السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة العرض التاني بتاريخ 16/8/2021، خلاف عرض امبارح اللي هو بتاع 15/8/2021. العرض بتاع 10 بتاع امبارح، ربنا يبارك للي خدهم، ربنا يبارك له يا رب. معانا النهاردة العرض لسه واصل، اجلات سمنتال اهم يا جماعة. انا بقولش بيور، انا بقول خليط سمنتال من العالي. بس اول حاجة قبل ما نقولك على السعر ولا اي حاجة، اعمل لايك واشتراك لو تكرمت في القناة عشان يوصلك كل جديد، قناة يوميات أسواق بلدنا. واللي عايز برضو يتابع معايا يخش برضو على الفيسبوك على سوق بلدنا، هتشوف برضو كل حاجاتي وكل عروضي، عروض أبو عمر أبو الحاج. النهاردة أبو عمر أبو الحاج بيعرض لك عرض المانجا، اسمه عرض المانجا، عبارة عن 8 عجلات سمنتال بنات استيراد ما شاء الله عليهم، من ضمنهم 3 يا جماعة براون حر الأمات سمنتال. دي عجلة براون اهي يا جماعة بنت سمنتال. عايزك تشوف الفتحه كام مره قبل الحلاوه والنظام الشنشن من تحت والحلاوه، شوف الفتحه كام الحلاوه الجراميه هنا. الصلاه على سيدنا النبي. هنا عرض، العرض ده يا جماعه اسمه عرض المانجا، عرض المانجا. هنا عجله برده براون حره اهيت ضد استيراد. هنا عجله ورشطين، هنا عجلات سمنتال ليك معانا. طبعا معانا العرض للاخر. العرض يا جماعه النهارده فيه 10 نتايات، من ضمنهم 8 سمنتال. العرض النهارده يا جماعه في 10 عجلات، من ضمنهم 8 سمنتال وثلاث عجلات براون بنات سمنتال حر. الصلاه على حضره النبي. هنا عجله سمنتال حر، بايم جاهزه للعشر كلها يا جماعه، بايم كلها جاهزه للعشر. خروج السمنتال، خليك معانا للاخر، تابع معانا العرض للاخر. هنا عجلات الجسم اللميع والحلاوه والنظام والفتحه العريضه الريح الواسع، اعمار 13 شهر كلهم. عجلات بنات سمنتال اهمت، فاهم، كلها تشبه بعض يعني، كله شبه بعض. والصلاه على حضره النبي. دي براون بنت سمنتال. هنا عجله براون بنت سمنتال اهيت برضو، شوف الفتحه والعرض بتاع اللي من ورا، شوف من تحت والحلمات. هنا عجله برضو بنت سمنتال اهيت، خليط سمنتال بنسبه 90%. هنا عجله برضو خليط سمنتال النهارده بنسبه 90%. عجلات كلها الشرشول من تحت والحلمات، عجلات كلها اعمار 3 شهور يا جماعه. اقل عجله فيهم ميزان 300 كيلو يا جماعه النهارده. هنا عجله بنت استيراد برده اهيت، الوش الابيض. معانا 2 في العرض يا جماعه وشهم ابيض، معانا 2 يا جماعه في العرض وش ابيض. هنا عجله بنت استيراد برده القماش سمنتال. هنا عرض المانجا النهارده، هنا عرض المانجا السكريه. ابو عمر ابو الحاج بيقول لك يا اللي ما دقتش المانجا قبل ما المانجا تخلص انا عايزك تدوق منها. تفاح بلدنا طرح والاستوى النهارده جبناه. ابو عمر ابو الحاج بيقول لك تفاح بلدنا طرح والاستوى النهارده جبناه. صلى على حضره النبي. فلانتينو فلانتينو، صلى على حضره النبي. جلاب الطيب اهو يابا، جلاب الطيب يابا اهو. يا اللي ما شفتش حلاوه تعالى شوف الحلاوه عند ابو عمر ابو الحاج. بس انا عايزك تصلي على سيدنا النبي كده وتذكر الله، اذكر الله. يا اللي بتشوف التعليق بالله عليك، يا اللي بتعلق صلي على حضره النبي. اقول صلي على حضره النبي. هات يا حبيبي قلبي منها، صلي على حضره النبي، سيدنا النبي صلوا عليه. العجلات يا جماعه النهارده هنا دايم جاهزه على العشر كلها. طبعا معايا 8 سمنتال يا جماعه واثنين هولشتاين، معايا 8 سمنتال في العرض تمام واثنين هولشتاين. هات لي ابن البيان ده تاني كده، سوبر تاني، سوبر حبيبي ده تاني. خلينا نتفرج كده حاجه عشان نقول على الثمن كده، نقول على الاسعار، ونقول يا اللي ما شفتش الحلو ابو عمر ابو الحاج عايز يوريك الحلو. يا اللي ما شفتش الحلويات ديت ابو عمر ابو الحاج النهارده بقول لك تعالى اوريك الحلويات عندي. صلي على سيدنا النبي، اعمل لايك واشتراك يا محترم لو تكرمت عشان يوصلك كل جديد. اعمل لايك يا محترم، ما تستخسرش فينا اللايك، ما تستخسرش فينا التعليق الحلو، ما تستخسرش فينا اي حاجه بالله عليك، لان احنا ما بنبخلش عليكم. انا ما بخلش على المشاهدين بتاعتي. ابو عمر ابو الحاج بقول انا ما بخلش على مشاهديني، انا ما بخلش على حد يا جماعه، انا ما بخلش عليكم. لازم انا والله بتعب وبتبهدل عشان اجيب لكم الحاجه الحلوه، فانت ما تبخلش علينا بالله عليك لو تكرمت يعني. انا عايزك بس كان ايه تعمل تعليق تصلي فيه على سيدنا النبي، هتاخد حسنات والله. عايزك تذكر الله في التعليق. انا عايز اوريك الحلويات النهارده، حلويات ابو عمر ابو الحاج. عايز اوريك الحلويات. السعر يا جماعه كام النهارده معانا؟ سعر ال 10 اجلات كام بالصلاه على حضره النبي؟ 162500، 162500 يا جماعة. عجلتهم عاملة 16250 يا جماعة.
عجلة بنت استرا ديت يا جماعة 16250، يلي ما شفتش تعالى شوف. العجلة دي يا جماعة في مزرعتها ب25، دي في مزرعتها ب25000، وانت عارف الكلام ده كويس. بنت يوم ب15000، انا بقول لك عجلة جاهزة على العشر يا محترم ب16250. عجلة بنت استراد جاهزة للعشر ب16250، ويوم 20 بالله عليكم ومحدش يرن عليه يقول العرض بتاع العشرة اللي فيه السمنتال، عرض السمنتال محدش يرن عليا يوم 10 يقول لي عرض السمنتال، هقول له العرض مش موجود. يلي ما شفتش الحلويات تعالى شوف. سيدنا النبي صلى الله عليه. العجلة يا جماعة من دول اهي، العجلة دي يا جماعة وزنها 340 كيلو، ثمنها 16250 يا جماعة. صلي على حضرة النبي، اذكر الله يا محترم. العجلة يا جماعة هنا الفتحة من ورا متر يا جماعة، أنا عايزك تصلي على سيدنا النبي. أنا هتوه هتوه والله فيهم، والله هتوه فيهم. سوي يا ابن كلب من سوي يا حبيبي، هتوه والله هتتوه. أبو عمر أبو الحاج بيقول لك هتوه، كله تفاح أمريكاني. صلي على حضرة النبي. حلويات حلويات أبو عمر، جلاب الطيب. أبو عمر أبو الحاج النهاردة بقول لك جلاب الطيب، جلاب الممنوع اللي بيجي كل سنة مرة، العرض اللي بينزل كل سنة مرة أبو عمر أبو الحاج كل يوم بنزله لك. صلي على حضرة. العجلة من دول يا جماعة في مزرعتها ب 25000، أبو عمر أبو الحاج النهاردة بنزلك العرض ده، العجلة ب 16250. حرر الأسعار يا جماعة وصلي على النبي تكسب. أسعار لا تقبل المنافسة، أسعار لا تفاوض، أسعار من النار ومن الآخر بما يرضي الله. صلي على الحبيب صلي. يلي ما شفتش الحلويات خش عندنا على صفحتنا وشوف برضو الحلويات النهارده. حلويات ايه؟ حلويات ايه؟ سعر العجلة يا جماعة 16250، سعر العجلة من دول يا جماعة 16250. يا اللي ما سمعتش اسمع، يا اللي ما شفتش شوف. ابو عمر ابو الحاج النهارده بقول لك سعر العجله من دول 16250 المستورد. صلي على الحبيب صلي. هنا عجله هيت مستورده، هنا عجله براون حر مستورده يا جماعه، عجله جاهزه للعشر، عجله الريح في الدنيا يا جماعه، عجله النظام يا جماعه اهيت، فاتحه متر من ورا. يا اللي ما شفتش شوف، خلي بالك هتوه فيهم والله، كلهم احسن من بعض. سوق يا ابن تاني الحبيب اللي تعال كده. سوق لي يا حبيبي كفر دي المشاهدين كده يا حبيبي، عشان انا ما بتخلكش على مشاهديني. انا مش عايز حد يبخل عليا في اللايك والاشتراك. بالله عليك لا تبخل عليا في اللايك والاشتراك، لا تبخل في اللايك والاشتراك. عشان انزل لك كل يوم عروض احسن واحسن باذن الله. لا تبخل انا يا محترم. لا تبخل في اللايك والاشتراك. هتوه. حلويات ابو الحاج. صلي على حضرة النبي. ابو الحاج منزل حلويات النهارده، وابو الحاج يتحدث عن المال الحلو. الصلاه على سيدنا النبي. ابو الحاج يتحدث بيقول لك العجله ب 16250. ابو الحاج يا جماعه النهارده يتحدث يقول لك العجله ب 16250. سيدي يا سيدي صلي على حضره النبي. اه كلهم بنات سمنتال يا جماعه، هتوه هتوه، اوعى تتوه في الحلو، كلهم احسن من بعض. 10 عجلات كلهم فاهم، كلها يا جماعه تفاح. عرض الذهب الاحمر النهارده معانا يا جماعه. صلي على الحبيب صلي. سمنتال على ابوه، بقول لك خليط سمنتال على ابوه، بقول لك شبيور، انا بقول لك شبيور. يلي عايز تعمل مشروع، يلي عايز تعمل اي مزرعه، انا تحت امر اي حد، انا بقول لك شبيور. اكل واكسب بالصلاه على سيدنا النبي. ان عجله تقعد تفضل انا عايز بس والله يا مشاهدين قسما بالله انا نفسي يعني الله وكيلك، انا نفسي بس يعني افرقوا على البند دي عجله بعجله كده، عجله عجله بالرقم كده وبالواحده، وكل عجله برقمها كده وبالواحده. اوه سوق احسن بمي، سوق يا حبيبي، سوق يا حبيبي. عايزك تشوف، بقول لك اللي ما شفتش شوف. يا اللي ما شفتش العرض بتاعي ابو عمر ابو الحاج بقول لك يا اللي ما شفتش العرض شوف اهو العرض اهو، والله ارتدوه. حلاوات ابو الحاج يا محترمين، سيدنا النبي صلوا عليه. عجلات كلهم بنات سمنتال يا جماعه، عجلات كلهم يا جماعه هم بنات سمنتال. سيدنا النبي صلوا عليه.
انتظروا مني اقوى العروض، عروض ابو عمر ابو الحاج. ارقام التليفونات 010-22-53-78-46. الرقم الثاني 010-9-180-4-998. الرقم الثالث 010-22-84-72-46. انتظروا مني اقوى العروض، عروض ابو عمر ابو الحاج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.